بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. بالنسبة للناس اللي كلمتنا على إزاي هنمشي السنة دي في 2021 ومع عدم وجود دروس خصوصية ومع عدم وجود السناتر، إزاي هنمشي في المنهج أو إزاي هنعمل إيه؟ طبعا احنا هنخصص الفيديوهات بتاعتنا لمراحل، وهنقسم شرحنا وجدولنا لايام. يعني مثلا هنخصص يوم الجمعه لثالثه ثانوي، يوم السبت يبقى لثانيه ثانوي، يوم الاحد يبقى الاولى ثانوي، وهكذا وهكذا. ولكن هنمشي ازاي مع المناهج او مع الوحدات؟ هنبدا اولا بالنسبه لثالثه ثانوي. ازاي هنمشي مع ثالثه ثانوي؟ ثالثه ثانوي انت عندك المنهج بتاعك كمنهج جديد 16 وحده، تمام؟ هنشرح اليونت اولا، هنمسك الفيديو الاول هنشرح فيه الكلمات كلها ونقرا فيه نص القراءه زي ما عملنا في الفيديو اللي نشرناه قبل كده، ونخرج من فيديو القراءه كل الكلمات ونترجم معناها، ونمسك الكلمه ونعمل عليها مخرجات تعلم، نجيب منها مثلا العكس بتاعها اللي هو المضاد، ونجيب المرادف ليها، ونطلع منها الاسم والصفه والفعل، تمام؟ طيب بعد كده لو قابلتنا في ريدنج اي لانجوج فانكشن، اي حاجات ملاحظات عموما، هنخرجها ونقول دي تاخد بعديها اي ان جي، دي تاخد بعديها تو المصدر، دي تعمل فيها كذا، دي يجي بعديها كذا كده يعني، تمام؟ ونوضح كل النقاط ده في الفيديو الاول. في الفيديو الثاني بالنسبه لثالثه سنه برضو شرح القواعد، هنشرح القواعد وحديها في فيديو وحديها بجميع التريكات بتاعتها اللي جت قبل كده فين؟ اللي جت قبل كده في امتحانات الثانويه العامه، والخدع اللي لما تحصل بناء على النظام الجديد والشرح الجديد. طيب الجزء الثالث او الفيديو الثالث هو حل الكتب الخارجيه، يبقى الوحده في ثالثه ثانوي هتمتحن على ثلاث اجزاء، الجزء الاول شرح الكلمات، الجزء الثاني شرح القواعد كامله، الجزء الثالث بقى هنجاوب فيه الكتاب الخارجي الوحده كامله. الوحده كامله في فيديو واحد، ممكن يكون مدته ساعه، ساعه ونص، مش هتفرق، المهم ان الوحده كلها تتقفل في فيديو واحد. طب هنجاوب من كتاب ايه؟ انا عملت لكم على صفحه الفيسبوك اللي احنا قلنا هنتجمع فيها، جروب عامله، هتختاروا فيه بقى نوع الكتاب اللي هنشتغل منه، وممكن كمان نشتغل من كتابين لو لقينا مثلا النسب قد بعضها. هو لغايه دلوقتي جيم هو المتصدر، ناس كتير مختاره جيم. هسيب لكم رابط الجروب اسفل الفيديو برده علشان ايه؟ اللي ما صوتش يخش يصوت يعني، تمام؟ طيب ده بالنسبه لثالثه ثانوي. هنعمل ايه بقى؟ اسفل الفيديو بقى هنسيب رابط، الرابط ده لموقع معين اسمه نيو نيوز 2. الموقع ده بيبقى مجمع لك كل حاجه بقى، شرح الكلمات وشرح القواعد، ومجمع لك اسئله الكتب الخارجيه بالطريقه اللي انا ايه؟ بالطريقه اللي انا بشرح بيها، تمام؟ بعدين هتلاقي فيه بقى ايه؟ اسئله، حاجات، ملاحظات هتبقى موجوده فيه برضه، تمام؟ طيب ده بالنسبه لايه؟ لثالثه ثانوي. طيب بالنسبه لثانيه ثانوي بقى، بالنسبه لثانيه ثانوي، ثانيه ثانوي هندمجها مع اولى ثانوي، يعني ايه؟ يعني هما الاثنين هيبقى شغلهم واحد. هو بالنسبه لثانيه ثانوي هيبقى يومكم يوم السبت، المنهج لسه ما نزلش اصلا، تمام؟ فانتوا بتتابعوا معايا في الكورس التعليم اللي احنا بنعمله كل جمعه، بنشرح حلقه معينه وبنعمل عليها تمارين كتيره والناس تدخل تحل، وطبعا ده كان معمول لثالثه ثانوي اصلا، وانتوا معاهم يعني المرحله الثانويه عموما، بنشرح امسك القاعده من اولها لاخرها ونشرح حاجه كامله يعني. طيب ثانيه واولى ثانوي الوحده بتاعتهم بتنقسم لجزئين، درس اول ودرس ثاني ودرس ثالث ودرس رابع، تمام؟ فاحنا هنعمل ايه بقى؟ نمسك اليونت نشرح اول درسين كاملين مع بعض بجرامرهم، يعني درس كامل بالريدنج بتاعه بالجرامر بتاعه، الدرس الاول والثاني، ونحل عليهم كل الجزء بتاعهم، تمام؟ من الكتاب الخارجي بتاعهم اللي هنشتغل منه يعني. بعدين الدرس الثالث والرابع نعملهم بنفس الطريقه ونجاوبهم برضو بالتفصيل من ايه؟ من الكتاب اللي احنا هنشتغل منه، سواء كان كتاب او كتابين على حسب الوقت اللي هيتاح لينا. طيب بالنسبه بقى للفيديو الثالث هنعمله للتيست، التيست ده جيم بيعمله تيست، المعاصر بيعمله مراجعه، يعني المراجعه ده بيقول لك مراجعه وده بيقول لك تيست، يعني علشان عدم مواصفات الامتحان اللي ما ظهرتش بالنسبه لثانيه ثانوي. لكن هنعمل تيست ده هنجاوبه في فيديو لوحده علشان بقى ايه؟ نطلع كل القطط الفطسانه اللي فيه زي ما بيقولوا، ومن خلاله نراجع الوحده ككل.
ده بالنسبة الأولى وتانية ثانوي، وبرضو هنعمل لكم رابط تحت كل فيديو تجميع للوحدة كاملة بأوراقها. ممكن نعمل مذكرات للوحدة، ممكن نعمل أسئلة غير الكتاب، يعني نعمل واجبات للناس تشتغل عليها، واجب تفاعلي الإجابات تحت منه أسفل منه أو الإجابات في آخر كده، يعني هنحاول إن شاء الله ننشط الكلام ده. طيب ده بالنسبة الأولى وتانية ثانوي. ندخل بعدين على بالنسبه للمرحله الاعداديه. بالنسبه لثالثه اعدادي، اولا نظام قديم طبعا، ثالثه اعدادي لسه ما فيهاش اي تغيير، التغيير كله هيبقى في ثانيه اعدادي، علشان السنه اللي فاتت غيروا اولى يبقى السنه دي هيغيروا ثانيه. فبالنسبه لثالثه اعدادي اولا لوحديها، ثالثه اعدادي هنشتغل معاها ازاي؟ ثالثه اعدادي هيبقى شغلك ان احنا هنشرح لك الوحده كامله في فيديو واحد. هو في شروحات قبل كده قديمه بالنسبه للجرامر وبالنسبه لنصوص القراءه ونصوص الاستماع، تمام؟ هنجيب لك الروابط بتاعتها، تمام، تشوفها ونحل لك الكتاب الخارجي، سواء كان جيم معاصر بيت باي بيت، الكتاب الثلاثه ان شاء الله هنحلهم. وكل حل بقى هيبقى بالشرح برضو، يعني الجمله دي خدنا الاجابه كذا عشان كذا، تمام؟ المفروض ان انت بقى تكون حلل قبل ما تشوف ايه جزء الحل، تمام؟ وهنحاول نراجع لك مراجعه سريعه على الشرح برضو في الفيديو الجديد، ولو احتجت بقى او انت ما فهمتش من المراجعه السريعه اللي هنعملها دي، يبقى انت كده مضطر انك انت ترجع للرابط القديم اللي فيه شرح بالتفصيل عن كل ايه، عن كل حاجه. ففي ثالثه اعدادي هنشرح الوحده كامله في فيديو واحد زي ما قلنا، كمان اجابه الوحدات من اشهر ثلاث كتب زي ما اتكلمنا. اخيرا ترك جزء برضو للواجب ومناقشه، هنبقى يعني في مناقشه علشان الناس تحل والناس تتاكد، خصوصا انت بتاع ثالثه اعدادي طالع على اولى ثانوي وطالع على نظام جديد وصعب، فانت لازم تظبط نفسك وانت دلوقتي وانت في ثالثه اعدادي، تمام؟ طيب بالنسبه لي اولى وثانيه اعدادي، اولى وثانيه اعدادي هنشتغل معاهم شرح الدروس درس درس، علشان برضو ده نظام جديد، هنشرح لك كل درس لوحده، درس درس لوحده، تمام؟ وكل درس بقى هنجاوب فيه كتاب الطالب، هنجاوب فيه الكتاب بتاع الطالب. طيب بالنسبه بقى لاجابه الوحده من الكتاب الخارجي هتبقى كامله، يعني جيم معاصر مش عارف ايه ببيت، هنجاوب الوحده الكامله في فيديو واحد علشان انت ايه تعملها كمراجعه عليك على الست دروس بتوع الوحده كامله، تمام؟ طيب وهنسيب برضو جزء المناقشه كالعاده. كده احنا ان شاء الله هنكون سهلنا عليك كل حاجه، وفرنا عليك برضو موضوع الدروس علشان ازمه اولياء الامور والكلام ده، وازمه الدروس وازمه الكلام ده، وان شاء الله باذن الله هتكون استفدتوا. بس احنا عايزين ننوه على حاجه، ان الناس ما تحاولش ان هي تجاوب معايا قبل بعد الفيديو، فانت المفروض انت تجاوب انت الاول وبعدين ترجع تراجع لنفسك منين من الفيديو. بالتوفيق للجميع، مش عجب الفيديو اشترك بالقناه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.